ان شاء الله في هذه المدرسه، فبقى الخير علينا لان ام المسؤول يزورنا. ولكن هذا شبه نموذج جيد شخص يتبادلون التاسف والتضجر. ولاية ورقلة أيضا حباها الله عز وجل إلى جنب عمق الثروات في أرضها، عمق التربية الروحانية في نفوس أبنائها. أو مهام من الجمعيات الدينية التي أراده السيد رئيس الجمهورية وجود هذه المدارس القرآنية والزوايا والمؤسسات الجديدة التي رأينا بعضها في ولاية ورقلة إلا دليل على أن هذه المنطقة ليست ممن ينشغل بأمور عاجلة أو ينشغل بمصالحها الخاصة، ولكن وإنما هي طاقة مخلصة تصدر من عقول وقلوب رجال العلم ورجال المنبر ورجال العطاء الخيري يحرك بها سواكن المجتمعات، ثم بعد ذلك كل هذه الطوارئ إلى زوال إن شاء الله.